قال ولا يمكن إدراك المعرفة بالله إلا بواسطة القلب، فالقلب هو العالم بالله، المتقرب إلى الله، العامل لله، الساعي إلى الله، المكاشف بما عند الله. وجعل الله الجوارح خدم وآلات له، لا تملك جارحة من جوارحك أن تتخلف عن أمر القلب. جعل الله القلب ملكاً، فلهذا كان أمر الصلاح كله دائر على القلب. إذا صلح القلب لن تعصي عينك، لن تعصي يدك، لأن الله جعل له قوة وجعلها مسخرة له، كما جعل الكون من حولك مسخرا. فهل تملك السماء أن تقول سأنزل عن مكاني وأكون تحتك، أو الأرض تقول أرتفع عن مكاني فأكون فوقك؟ لا يملكون ذلك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فكذلك جعل لك قلبا سخر الأعضاء له تسخيرا. ولأجل ذلك من دون تفكير عندما يصادفك شيء يحتاج منك تغميض عين أو يحتاج منك رفع صوت، تجد نفسك فعلت ذلك من دون أن تفكر. ولو وجهك أمر شديد توقفت أعضاؤك عن المشي والحركة، من الذي رتب لك ذلك؟ الرجل لا تملك مخالفة إشارة القلب، وكذلك بقية الأعضاء. فاعتني بالرأس يصلح المرؤوس، فإنه إذا صلح الرأس فليس على الجسد باس. ومهما أتعبت نفسك في إصلاح المرؤوس وتركت الرأس، فإن الباس حاصل، وبعد ذلك لا تصل إلى الحقيقة ولا تدرك الأمر إذا سيبت الرأس فاسداً. فالله يرزقنا صلاح القلوب.